في إطار التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومساعي الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، والجهود المتميزة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في محاربة فيروس كورونا، أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على حساب سموه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للإنستغرام عن مساهمة سموه من حساب سموه الشخصي بمبلغ 1,000,000 دينار بحريني للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ضمن حملة فينا خير والتي يقودها سموه. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن تبرع سموه بهذا المبلغ يأتي ضمن تعزيز جهود المملكة الغالية لتعزيز مكافحة فيروس كورونا والمساهمة في مواجهة التحديات المالية على الاقتصاد والمجتمع، مبينا سموه أن الحملة تسير وفق رؤية مميزة تهدف إلى انتعاش الاقتصاد الوطني في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين في مساعي حماية الوطن والمواطن في هذه الفترة الصعبة. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذه المساهمة تعتبر من الواجبات الوطنية لمحاربة هذا الفيروس ولتعزيز صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث أن الجميع حريص على تجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد البحريني الذي سيبقى في مكانته الطبيعية في ظل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والحكومة الرشيدة. أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة في محاربة هذا الوباء عبر تقديم أفضل الخدمات الطبية لكافة المواطنين والمقيمين والحرص على تلبية كافة الاحتياجات للطواقم الطبية، حتى باتت مملكة البحرين مثال يحتذى به لدى منظمة الصحة العالمية ودول العالم. أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد مع فريق البحرين لمواجهة تحديات الفترة الحالية وتقديم كافة السبل من أجل القضاء على فيروس الكورونا، حيث أن المجتمع البحريني جزء لا يتجزأ في التغلب على معوقات الاقتصاد الوطني. أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بكافة المساهمين في الحملة الوطنية فينا الخير والتي حظيت بإقبال واسع من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هالوقت القصير هذا أرجوكم أنكم تسمحوا لي أني أقضي هالفترة البسيطة وأشرح لكم شيء كبير جداً. ما أدري أنا كيف بوفي المعلومة وكيف أني بوصل المعلومة، ولكن الفهيم راح يفهم والبخيص راح يبخص والمحب راح يتفهم. والموضوع هو طبعا حملة فينا خير. حملة فينا خير هذه مثل ما يقول الكتاب من عنوانه، اليوم هو يوم اللي الوطن اللي ربينا فيه واللي كلينا من خيره واللي عشنا في ذراه وعشنا في ظل قيادته الرشيدة اللي اليوم نشوفه في وقت هالجائحة الكبيرة، إلا أن الوطن هذا صامد بشعبه وصامد بقيادته والحمد لله متصدر في محاربة هذا الفيروس اللي راح إن شاء الله ينزاح في القريب جدا. البحرين كلمة كبيرة ما أقدر أشرحها في دقيقة دقيقتين من هذا الفيلم، ولكن إيش كثر تستاهل البحرين؟ إيش كثر تستاهل؟ البحرين تستاهل أرواحنا. لا تنسون عندنا شهداء، لا تنسون عندنا أبطال ضحوا بحياتهم عشان هذا العلن. وهذه إذا تبغون شيء أعلن لكم في العلن، هذه أمنية وأمنيتي إني ودائما أطلب رب العالمين إنه ما يأخذني مريض على سرير، يأخذني وأنا في سبيل هذا الوطن، يأخذني وأنا أسعى لهذا الوطن والمواطن. الله يقدرني إن شاء الله على قد دعاي اللي هو فعلا اللي أنا أتمنى. المراد موضوع فينا خير، إحنا حقيقة فينا خير. الحملة هذه في لها أبعاد كثيرة. الدولة وانتوا عارفين دعمت الاقتصاد الوطني، تسعى ليل نهار إنها تدعم الاقتصاد الوطني عشان يبقى الاقتصاد منتعش وعشان تبقى الحياة ماشية. خذنا إجراءات جدا سليمة أن تصدر إحنا دول العالم في حالات الشفاء، ونحاول قد ما نقدر إن إحنا نمشي سير العمل.
ولكن هل إحنا بحاجة كذا 100,000؟ هل إحنا بحاجة كذا مليون؟ لا، اللهم لك الحمد، جلالة الملك الله يطول عمره بأوامره نفذ المطلوب، ضخ مليارات لدعم الاقتصاد في مملكة البحرين. ولكن حملت فينا خير، هذه تعطينا الفرصة، تعطينا الشرف المشاركة، إن عشان يوم الحساب أوقف وارفع راسي وأقول أنا ساهمت بلادي وساهمت يوم وقت الشدة. لأن النوع الثاني تعرفون شو بيسوي؟ بيدس راسه في الرمل، بيقول ما ظنيت إن هذا اليوم بيجي، ما ظنيت إن راح العالم يتشافى، وما ظنيت إن بلادي راح تتشافى. فاللهم لك الحمد، إحنا نشوف اليوم إن إحنا نمشي في خطى جدا سليمة. ولكن إن شاء الله أن تكون عندنا هذه الفرصة إن إحنا نقدر نساهم باللي نقدر عليه. فأرجوكم لا تأخذوني من منطلق المسؤول أو منطلق الشخص يعني في عجلة أو مطبخ القرارات. أنا ناصر، محب للبحرين في مكاني الرسمي أو في مكاني الخاص، آسف، ما يلزمني لباسي الرسمي وإلى آخره. أتبرع أنا شخصيا بمليون دينار حق حملة فينا خير، قليل جدا، قليل، هذه قطرة في ماي باللي تستاهل مملكة البحرين. فهذا اللي أنا أقدر أحطه الآن، وعشان أحط الضغط المباشر على أصحاب الشركات، أصحاب المؤسسات، واللي كل واحد كان موجود في البلد وكلم الخير البلد، إنه يعيد حساباته ويقول هالسنين ذي كلها اللي أنا انتفعت من وراء البلد، شنهي خسائر شهر شهرين، شنهي اليوم الإمكانية اللي أنا أقدر أسويها، وشنهو اللي أنا أقدر أقدمه للبلد. جانا اليوم اللي إحنا كنا نتكلم فيه، جانا اليوم اللي إحنا نقول شو أقدر أقدم للبلد. هذا هو اليوم، هذا هو اليوم اللي عقبه يوم الحساب. فأرجو من الجميع أن يعذرني على القليل اللي أنا قدمته لمملكة البحرين، وأتأمل إن شاء الله أتابع هذه الحملة وأشوف الأرقام هذه في ازدياد وأشوف تكاتف. ترى مليون أو دينار كلها واحد، إذا مواطن قدم دينار واحد والله العظيم قسما بالله أن جلالة الملك وكل مسؤول في مملكة البحرين راح يشوفها بقدر 10 مليار. بس أبي أشوف اسمك، أبي أشوف اسمك أن أنت حطيت دينار واحد، عشان بكرة أفتخر وأقول البحرينيين تكاتفوا والبحرينيين وقفوا لبلدهم اللي كلوا من خيره وعاشوا في ذراه. فهذا هو اليوم اللي احنا ننتظره، هذه هي الوقفة اللي احنا نتأملها. واسمحوا لي اني اطولت عليكم، لان الموضوع اكبر بكثير من كم دقيقة اقدر اشرح لكم اياها، فالعذر والسموحة على التقصير مرة ثانية. لكن في ختام هذا الكلام اللي أقدر أقوله إن إحنا فعلا فينا خير، والله العظيم فينا خير. هذه المحن اللي إحنا نمر فيها هذه امتحانات، لازم نشوف الـ النهاية ونشوف العبرة بإذن الله بالناس اللي قاموا بواجبهم الوطني. وعشان ما أعيش أنا يوم من الأيام شايل هم أني أنا ما ساهمت، فأنا الحمد لله أبريت ذمتي، أتمنى من الجميع أن يبري ذمته وياي. وقفتكم مطلوبة اليوم، ونبي نروي قيادتنا الرشيدة شن هو مواطنينهم اللي وقفوا وياهم. ولا تنسون هالشي، الملك الله طول عمره باع كل شيء، وتعرفون الشرى، شرى صحتكم وسلامتكم. نقدر نقدم اللي نقدر نقدمه اليوم ما يوفي بهالشي هذا، ولا يوفي بحق الله طول عمره. شكراً.